مساء الخير عليكم مشاهدينا مجددا. احنا عادة لما نشوف شخص بيتكلم لنفسه في الشارع او في العمل او في اي مكان، اول شيء يخطر في بالنا انه مجنون. لكن زميلتي خلود في فقرتها عندها معلومات جديدة بتغير هذه الفكرة، خلينا نتابعها. مساء الخير جيهان. مساء الخير هبة. خلود الله يذكرها بالخير، هي في أمريكا الآن موجودة. أنا قلت خلود؟ زي ما ذكرتي يعني إحنا فعلا لما بنشوف أحد أيوه سوري حبيبتي معلش، كلنا أخوات في البرنامج. عاد أكيد أكيد هبة، صحيح زي ما بتقولي، يعني دائما إحنا لما نشوف أحد يقعد يتكلم مع نفسه بصوت عالي أول شيء بنقوله إيش هذا مجنون، أو بنقول الحمد لله على نعمة العقل. ايوه نقول الحمد لله على نعمة العقل. لكن في دراسات ظهرت جديدة فاجأتنا كثير تقول انه حديث الشخص مع نفسه بصوت عالي يعود عليه بفوائد إدراكية كثيرة، كمان بيزيد من قوة تركيزه، وكمان يقدر انه يلاقي اشياءه اللي بيبحث عنها الضائعة. على العموم انا يعني مش راكب معايا الموضوع كثير، مش قادره اخدمه، لكن حعرف الحقيقه مع ضيفي هنا في الاستديو. خليكي معانا كمان اسمعي، يمكن سبحان الله لما نتكلم مع نفسنا نلاقي الاشياء الضائعه. معايا ضيفي المميز الدكتور احمد الحامد المستشار النفسي، اهلا وسهلا بك. اهلا بك يا جيهان واهلا بالمستمعين. طبعا انا قلت احمد الحامد ولكن هو محمد الحامد. دكتور ايش رايك في هذه الدراسه اللي يعني تتحدث عن ايجابيه الحديث مع النفس؟ هو طبعا الحديث مع النفس ظاهره صحيه وليست مرضيه كما يعتقد الكثيرين. هو طبعا اذا جاء معها اشياء اخرى حنتكلم عن مواضيع ثانيه فيما بعد، لكن الانسان عندما لا يوجد انسان اصلا، لا يوجد انسان لا يتحدث مع نفسه. صح. لكن الفرق انه في ناس بتتحدث بصوت عالي وفي ناس بتتحدث في داخلها. صح. صح. يعني على سبيل المثال لما نكون في مناسبه وناس قاعده كثير ودخل شخص، كل واحد له وجهه نظره في هذا الشخص. صح. في اي شيء، سواء في طريقه كلامه، في طريقه سلامه، في مظهره. صح. ففي حديث بيدار في الداخل. ليش ما يدار بصوت عالي؟ لأنه أمام الناس هذا الحديث قد يكون حديث ما هو مناسب أن يدار أمام الناس. ممكن. لكن تجي الفرصة المناسبة لما يكون واحد لوحده، فممكن أنه يتحدث مع نفسه. لكن الناس في هذا الجانب انقسموا إلى قسمين. في ناس مثلا هو يسوق سيارته، ممكن أنه يتحدث مع نفسه حديث داخلي سرحان مع نفسه، يعني أفكار معينة بيخطط، انا رايح المكان الفلاني حاعمل كذا، حكلم فلان، حمر على البنك. صح. حاعمل حاسوي. يرتب أيوه. اولويات وشغلات. صح. في ذهنه. صح. من غير ما يطلع صوت. صح. في ناس لا، والفه انها اذا ما تحدثت بافكارها الداخليه بصوت عالي ما تحس بالراحه، تحس انها مكبوته. وهذا شيء يعتبر صحي لسبب، لانه احنا في عندنا نوع من الميكانيزمات والاليات النفسيه في التعامل مع الذات، في نوعين، في نوع اسمه الكبت وفي نوع اسمه التثبيط. الكبت هذا شيء مرضي، انه الانسان اذا حصل له شيء ياثر على حياته، حادثه او موضوع ممكن يعمل له عقده مستقبلا، تلاقيه يكبته وينسى الموضوع ولا عاد يرفعه على مستوى العقل الواعي. هذا مش صحيح وهذا مش كويس. التثبيط بنبعده حاليا في الوقت الراهن او في الوقت اللي احنا محتاجينه فيه، لكن بين فتره واخرى لازم نطلعه على السطح مره ثانيه، هذه الاشكاليه وهذا الصراع عشان نحلها، ما نخليها مكلكعه دائما في داخلنا، لان هذه اللخبطه والصراعات الداخليه هي اللي تولد كثير من الامراض النفسيه زي الاكتئاب والقلق. صح. والتوتر والاضطرابات الاخرى المختلفه. طب دكتور محمد، بدل ما احنا بنتكلم عن المنطقيه ولا منطقيه والجنون، هل فعلا يعني هو منطقي انه ممكن انا يعني تتقسم نفسي الى متحدث ومستمع؟ نعم ممكن. هو مش قضية متحدث ومستمع، هي القصة انه انا بتحدث مع نفسي اصلا، يعني هو الانسان حيلعب دور المتحدث. بس احنا ما بنقول انه هو مثلا ساعات حديث، بنقول انه هو هواجس او تفكير، هواجس او نقاش مع الذات او تفكير. احيانا الانسان ملامة، انا دائما الوم نفسي بصوت عالي. بالضبط. إيه؟ ربما لوم. ربما مناقشة حادثة حصلت، ربما تخطيط لامر مستقبلي. ربما اي قضية تشغل الانسان، تشغل فكره وباله، ممكن. صح. انها تناقش بينه وبين ذاته. سواء بصوت او بدون صوت. وهي بس القضية المزعجة اللي لدى الناس هي قضية اذا كان الانسان يتكلم مع نفسه وهو ماشي وسط الناس. لانه الانسان بطبعه يعني العقل هذا سلاح ذو حدين، احيانا نستخدمه ضد انفسنا.
الإنسان ميال للسخرية أحيانا كثير، يحب السخرية، يحب التريقة، يحب المزح، يحب أنه يخلق نكتة من لا شيء من باب الترويح والترفيه عن النفس. فأحيانا يخلق نكت على أشياء عادية، يعني الإنسان أنه يتحدث مع نفسه، لو شفنا واحد يكلم نفسه هذا شيء عادي. التكنولوجيا الحديثة الآن ساعدت أنه نخفي الموضوع ده من خلال أنه الآن ممكن واحد يركب له سماعة حقة التليفون وكأنه بيكلم تليفونه وهو في الأصل قاعد بيكلم نفسه. والله؟ يس ممكن. لا معلي هذا طبيعي كمان؟ طبعا طبيعي طبيعي، يعني الإنسان حديثه مع نفسه طبيعي، بس عشان يتجنب إنه لا أحد يلومه، عشان لا أحد يلومه. طب دكتورة يعني أنا بقى يعني أنا ذكرت يمكن في الدراسة إنه من الدراسة كمان بتقول إنه هي بتقوي التركيز، تحفز على كمان تحفز الذاكرة، هل فعلا هذا صحيح؟ هو شوفي الإنسان لما يعني يعيد أحداث معينة في ذهنه يبدأ يكررها ممكن أحيانا الأحداث تتداعى، حادثة تجيب الثانية ألين ما يتذكر فعلا، ممكن حاجة كان ناسيها أو شغلة معينة كان حاططها وكان ناسي مكانها، ممكن أنها تنشط شيء من أجزاء الذاكرة. لكن الذاكرة تنشيطها بشكل رئيسي يحدث إذا إحنا قعدنا ننشط الذاكرة في جزئية خاصة بالذاكرة، يعني إذا أبغى نشط ذاكرة الأرقام أشتغل على الأرقام، أشتغل إذا أبغى نشط ذاكرة النواحي الطبوغرافية في الجغرافية المكان، أبدأ أسوق سيارتي في أماكن كثير، أتعرف على عناوين جديدة، هذا كله يعمل تنشيط للذاكرة. عملوا دراسة مرة على سواقين التكاسي وجدوا أنهم أقل عرضة للإصابة بألزهايمر، لأنه النواحي الطبوغرافية عندهم قدرتهم على معرفة جغرافية المكان هائلة جدا، لأنهم بيروحوا دائما مشاوير، فتعرضهم نسبة إصابتهم بألزهايمر أقل بكثير من الناس العادية. ممتاز. طيب يعني الغالب انه الانسان دائما لما يتحدث مع نفسه بيكون من غير صوت، طب ايش الفرق نفسيا من الناحيه النفسيه لما يصير بالصوت؟ هو شوفي يعتمد على طبع الانسان اولا، يعني مثلا اقارن لك هي باللي بيذاكر، طالب بيذاكر، في طالب بيذاكر مذاكره صامته، وفي طالب اذا ما رفع صوته ما يعرف انه ما يحس انه ذاكر، واذا ما دار ولف البيت فهي مساله طباع رقم واحد. مساله نوعيه الذاكره، في ناس ذاكرتهم تعتمد على انه انا كل ما انشط حواس أكثر كل ما يساعدني في عملية التذكر، يعني إذا نشطت الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية والذاكرة الحسية والشمية وكلها مع بعض هذه ممكن تعطيني قوة وتركيز أعلى في عملية الذاكرة وعملية الاسترجاع. يعني هذا تفكير خاطئ لما يقول لك لا يعني ركز على شيء واحد لا تهدر كل طاقاتك في المذاكرة. لا لا مو صحيح، لا مو صحيح بالعكس، أحيانا الإنسان لما يقرأ بصوت عالي ممكن يكون تركيزه أعلى في بعض الحالات إذا كان ما يعمل له تشتيت، يعتمد على طباع الإنسان. لا أنا أقرأ بصوت عالي صراحة. أيوة نعم، فهو على حسب طبع الإنسان وعلى حسب إيش الذاكرة عنده تتطلب، في ناس ذاكرتها تحتاج إن ننشط أكثر من حاسة عشان تكون عملية الاسترجاع أسهل عليه. فبالتالي العملية يعني ما تعتبر عملية مرضية أكثر من كونها طباع لدى الإنسان. متى تكون عملية مرضية كلام الإنسان مع نفسه؟ بس عشان المشاهد ينتبه في النقطة هذه، إذا كان مثلا في أعراض أخرى، يعني مثلا لو إنسان بيتكلم مع نفسه وبالإضافة إلى كذا بيشوف خيالات أيضا، بدأ يميل للعزلة، بدأ اهتمامه بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي بدأ يتدهور، بدأ يسيب وظيفته ويغيب وما يروح، أو طالب ما بيروح المدرسة، أو بدأت عنده ضلالات اللي هو نوع من الهذيان اللي هي الأفكار أحد ضدي، أحد بيراقبني، أحد بيتآمر علي، أو بدأ مثلا يميل للكلام الكثير، هذا مرض ثاني. إحنا بنتكلم الآن الجزئية الأولى مرض زي الفصام مثلا. دكتور دائما بنشوف في الأفلام يمكن وإحنا صغار في الأفلام الأمريكية حتى حقون ديزني، نعم، إنه دائما في عندهم الإيماجينري فريند أو الصديق الخيالي بيقعد يتكلموا معاه، هل هذه ثقافة صحيحة إنه نربيها في أطفالنا كمان؟ والله الفضفضة بصفة عامة وإخراج مكنون الذات مهم جدا لكل الناس، يعني أحد المشاكل اللي تصيب الناس من الناحية النفسية هي عملية الكبت المبالغ فيها، عملية السرية المبالغة فيها، عملية عدم إخراج ما هو موجود في الداخل، لا سيما إذا كان مو كل الناس عندها القدرة على حل صراعاتها. تعرفي مستوى الآي كيو والذكاء عند الناس مش واحدة، الثقافة مش واحدة، البيئة المحيطة مش واحدة، تختلف من ناس إلى ناس، فبالتالي بعض الناس يحتاج أكثر من ناس آخرين إلى أنه يفضفض ويتكلم ويطلع اللي في خاطره عشان بس ما يكون في درجة عالية من الكبت. طب التأثير الحديث هذا مع النفس بصوت عالي يعني قديش يكون أو متى يكون وقعه أكبر، في وقت الفرح أو وقت الحزن؟ لا هو عادة وقت الغضب يمكن أيس، يعني أعتقد أنه في وقت الغضب الإنسان ممكن الحديث مع النفس بيكون أكثر فاعلية وأكثر إيجابية لسبب لأنه بيعمل له تنفيس لثورة الغضب الموجودة عنده. يعني لو إنسان زعل من موقف معين بدل ما يستخدم عدائية
ضد هذا الشخص اللي حصل بينه وبينه عدم توافق ولا اختلاف، ممكن انه يترك الموقف ويروح يبدا يخاصم لوحده، يبدا يرفع صوته لوحده، كويس حاجه كويسه، نفس الغضب اللي في داخله، الشحنة الغضب الموجوده والتوتر الموجود الداخلي، طلعها من غير ما يؤذي احد. فاحيانا في الغضب ممكن يكون التعبير في هذه الجزئيه اكثر ربما تاثيرا من الدكتور. يعني انا اول ما قريت عن الصراحه عن الدراسه قلت لا انت حتطلعها غلط، لابد يطلع شيء مرة إيه صحيح، لكن انت يعني من جد اثبتها وقلت انه فعلا نعم. كله بس طبعا لا نتخطى الخط يعني اللي بين الهذيان بالضبط. هو اهم شيء ما يكون في اعراض اخرى مصاحبه تدل على وجود مرض عقلي او مرض نفسي اخر، إذا كانت مجرد حديث مع النفس فهذا أمر طبيعي وصحي قد يكون. ممتاز دكتور محمد، أنا أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه الفقرة الظريفة ومفيدة في نفس الوقت، شكرا لك. شكرا لك وللمشاهدين. شكرا مشاهدينا، احنا متابعين معكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. كل عام أنتم بخير يا الإمارات. في سيدتي بعد الفاصل، مؤشرات تدل على ضرورة تغيير عملك ونصائح لزيادة فرصة حصولك على وظيفة جديدة.